إنه ولدي يا نبي الله، لقد تركت ولدها للذئب فاختطفه، إنه ولدي. أقسم بالله الواحد الأحد، إنه ولدي يا نبي الله، ولدي أنا. لا لا، إنه ولدي وهي كاذبة كاذبة. أغثني يا نبي الله داود وأعذ لي ولدي واحكم على هذه الكاذبة. فحكم داود للكبرى بالولد. أظهر الحق على يد سليمان، فلقد خدعت هذه الكاذبة نبي الله داود. فإذا بسليمان أمامهما، فعرف ما كان، فأعادهما مرة أخرى. أمر سليمان بأن يأتوه بالسكين ليقسم الطفل بينهما. وأنا أوافق على اقتسام الطفل بيننا. لا لا لا، أعطها الطفل، أعطها ولا تقسموا ولدي، أعطوه إياه، حسبي الله ونعم الوكيل. فعرف سليمان من أم الرضيع فأعطاه للصغرى. ولدي ولدي حبيبي، عدت إلي، عدت إلى حضن أمك، ولدي ولدي الحبيب. فيما أنت شاردة يا سادية، أتدبرين معي أمراً للقضاء على سليمان وملكه؟ كانت سفن سليمان تجري في البحر ذهاباً وإياباً في سلام.
وقد اهتم سليمان عليه السلام بشؤون البلاد الداخلية، فشجع التجارة وأنشأ أسطولين كبيرين، أحدهما في بحر الروم والثاني في بحر القلزم، وكانت سفنه تجوب البحار وتصل بلاد الشرق ببلاد الغرب.